مرحلة بقى ان احنا تكوين الدياليزيت هي مرحلة الدياليزيت بروبورشن سيستم، هي عبارة عن بامب بتاخد من الكونسنتريت الاولاني، وبامب بتاخد من الكونسنتريت الثاني، وبامب بتاخد من الووتر، بتاخد من الميه اللي هي البيوريفايد ووتر. عادة بنتكلم على فيري سبيسيفيك ريشيوز، يعني انا دلوقتي لما بشتري نوعيات مختلفة من الكونسنتريت معروف النوعيات دي بتبقى لازم تتخفف بالشكل الفلاني، يعني مثلا على سبيل المثال يعني ممكن واحد فيهم يبقى نسبته واحد 1.225 ل 32.775، واحده فيهم الاسيد بايكربونات الووتر. اوكي طبعا الكلام ده بيبقى عاده لكل سيت اوف كونسنتريت لازم يبقى فيه سيرتن بروجرامبل ريشيوز بالشكل ده كده، لازم اتاكد ان الكونسنتريت بنفس التركيز بالظبط والا يبقى فيه مشكله كبيره. فطبعا هنتكلم بعد كده، احنا عايزين نعرف في الاخر الكونسنتريت ده هل مظبوط ولا لا، يعني مش الكونسنتريت اللي هو الدياليزيت اللي احنا عملناه من الكونسنتريت هل بقى بالتركيز السليم ولا لا. فاكشوالي احنا بنعمله بطريقه بسيطه جدا، طبعا عندنا في الاخر مجموعه املاح كبيره، فعشان نتاكد من ان التركيز نفسه سليم ولا لا بنستغل الكوندكتيفيتي، نستغل الريزيستنس. لو احنا جبنا بيوريفايد ووتر، ووتر ما فيهوش اي املاح خالص، الريزيستنس بتاعته تبقى عاليه جدا او الكوندكتيفيتي بتبقى قليله جدا. فبيسكلي لو نتكلم على بيوريفايد ووتر او ايثانول او اي ماده ما فيهاش اي تركيز خالص، ما فيهاش اي ايونز، بيبقى نو كوندكتيفيتي، يعني ما بتخليش اي كارنت يمشي. كل ما احنا خلينا يبقى فيه كوندكتيفيتي عاليه زياده يبقى الكارنت يمشي زياده، لو الكونسنتريشن كان قليل يبقى معنى كده الكارنت هيبقى قليل. فاللي بيحصل فعليا ان احنا بنعمل حاجه بالشكل ده كده، بنمشي كارنت بسيط او بنقيس نحط فولتج بسيط على ال مثلا الجزء اللي فيه دياليزيت، يا اما نحط كارنت ونقيس فولتج، يا اما نحط فولتج ونقيس كارنت، بس في الاخر يبقى في عندنا الكارنت والفولتج عشان نحسبهم، نحسب منهم الريزيستنس او نحسب منهم الكوندكتيفيتي. وبالتالي بعد ما نحسب الكوندكتيفيتي نقدر نعرف اذا كان الكونسنتريشن مظبوط ولا لا. طبعا احنا بنبقى عاملين كاليبريشن قبل ما الجهاز بيشتغل، بيبقى معروف ان علشان يبقى الدياليزيت سليم يبقى معنى كده الكوندكتيفيتي بتاعته بتساوي كذا او الريزيستنس بتاعته بتساوي كذا. فبالتالي نقدر نتشيك على الكلام ده ونقدر نحط رينج كده، يبقى فيه سيفتي مارجنز كده حوالين الكلام ده، بحيث ان احنا نقدر نمينتين ان الكونسنتريشن بتاع الدياليزيت دايما سليم.